دلوقتي مشاهدينا نروح لدينا شرف مرة تانية عشان نعرف منها ملخص سريع عن أحوال الطقس. اتفضلي دينا. بشكرك يا أحمد، فعلا دلوقتي جه معنا مع جولة سريعة عن أحوال الطقس. والنهاردة الطقس هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل في نشاط رياح على بعض المناطق. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 34، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 29 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.